خلال مباحثاتي مع الصديق العزيز وزير خارجية إسبانيا أكدنا وتطابقت رؤانا حول مزيد من دفع هذه العلاقات، رغم أنها علاقات متميزة بطبيعة الحال، ولكن هناك اتفاق على أهمية مزيد من تعميق وتطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. بالتأكيد عبرنا عن تقديرنا لدور الشركات الإسبانية العديدة العاملة هنا في مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها بطبيعة الحال قطاع النقل والسكك الحديدية وقطاعات أخرى كما في مجال الأدوية ومجالات الزراعة ومجالات التصنيع، واتفقنا على أهمية تحفيز هذه الشركات والشركات الإسبانية الأخرى على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، أخذا بعين الاعتبار أن هناك بيئة مواتية للاستثمار هنا في مصر، وأن الحكومة المصرية اتخذت من الإجراءات في الفترة الأخيرة الكفيلة بخلق بيئة مواتية للاستثمار، وهناك فرص كبيرة استثمارية متاحة، ونحن نشجع الشركات الإسبانية على الاستفادة من هذه الفرص. اتفقنا سويا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلدينا على المستوى الحكومي، وسيكون لهذه اللجنة التي سيتم تدشينها قريبا بالتأكيد دور هام للغاية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أيضا تحدثنا عن مزيد من الاستثمارات الإسبانية في مصر، تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لتفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني وبما يمثله كمحفل وكآلية للتفاعل بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإسباني لمزيد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها القطاع الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات المتنوعة، إن كانت الصناعة أو الزراعة أو الرقمنة أو النقل أو البنية التحتية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في مجال دعم التنمية، وأبلغني الوزير الإسباني على أن مصر تأتي على رأس الدول التي يولي الجانب الإسباني أهمية لها في الميزانية التنموية القادمة لإسبانيا للعام القادم، وهذا أمر هو محل تقدير من الجانب المصري ويعكس مدى عمق العلاقة التي تربط بين بلدينا الصديقين. تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا التي تهم البلدين، في مقدمتها قضية الإرهاب ومكافحة الإرهاب من جذوره، خاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مجال مكافحة الإرهاب. تحدثنا أيضا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالتأكيد كان في تقدير من الجانب الإسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر جراء استضافة حوالي 10 مليون ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية. وتحدثنا عن أهمية مزيد من الدعم من الأصدقاء في القارة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تستطيع أن تتعامل مع الأعباء الهائلة الخاصة باستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف.
تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا والأزمات التي تموج بها منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية. تحدثنا عن بالتأكيد القضية الأولى، قضية لب الصراع في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية والأوضاع في المأساوية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. تحدثنا عن الأزمة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة وعلى لبنان. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي. تحدثنا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتحدثنا عن الأمن المائي المصري. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في الصومال وأيضا الأوضاع بشكل عام في القارة الإفريقية وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي. وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة، يعني كان في تطابق في الرؤى بيني وبين صديقي العزيز الوزير خوسيه حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر، والذي الآن يمتد لأكثر من عام، والذي خلف حتى الآن أكثر من 150,000 جريح وقتيل، من كلهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال. تحدثنا عن الإدانة الكاملة لاستخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقواعد الخاصة بالقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. تحدثنا عن الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون وغير قابلة للمساءلة، وأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي لفرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، سواء الكارثة الإنسانية أو الكارثة الطبية، خاصة فيما يتعلق بتطعيم الأطفال في شمال قطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي عاد للأسف إلى القطاع نتيجة هذه الإجراءات الإسرائيلية الجائرة ضد الشعب الفلسطيني. تحدثنا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي معوقات وبدون أي مشروطية من الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال. تحدثنا عن الأهمية للوقف الفوري لهذا العدوان. من جانبنا مصر تقدر الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة أسبانيا، وهي خطوة محل تقدير واحترام من كافة طوائف الشعب المصري ومن الحكومة المصرية ومن القيادة المصرية ومن كافة الشعوب العربية والإسلامية والشعوب التي تؤمن بأهمية قيمة الحياة للإنسان، حينما اتخذت أسبانيا هذه الخطوة التاريخية بالاعتراف بدولة فلسطين، وجنبا إلى جنب ثلاث دول أوروبية أخرى نحن نقدرها، النرويج وإيرلندا وأيضا سلوفينيا. تحدثنا أيضا عن أهمية دعوة باقي دول العالم المتحضر أو على الأقل الذي يدعي التحضر أن يحزو هذا الحزب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وأن يكون لفلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. تحدثنا أيضا عن الرفض الكامل لكافة الإجراءات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون بدعم من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، سياسة تهجير الفلسطينيين من قراهم في الضفة الغربية هي محل إدانة كاملة واستهجان، ويتعين على المجتمع الدولي أن يكون له رد فعل حازم تجاه هذه التصرفات المرفوضة شكلا وموضوعا. تحدثنا أيضا
عن الأونروا وأهمية الحفاظ على وكالة الأونروا وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تم اتخاذها بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة الأونروا. تحدثنا باستفاضة عن الأوضاع في لبنان وإدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وتحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لوقف هذا العدوان وفرض وقف فوري لإطلاق النار. أيضا تحدثنا عن الإدانة الكاملة لتهجير أكثر من 1,200,000 لبناني من منازلهم في جنوب لبنان نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر والممتد في لبنان. تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقا لقرار مجلس الأمن 1701. تحدثنا أيضا وأدنا بشكل مشترك هذا العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة، قوات اليونيفيل المتواجدة في لبنان، في خرق فاضح للقانون الدولي، وللأسف الشديد المجتمع الدولي ومؤسساته بما في ذلك مجلس الأمن يعني لا يحركون ساكنا ولا يتحركون لوقف هذا العدوان على قوات دولية أممية تابعة للأمم المتحدة في نهج غير مسبوق على الإطلاق ويستحق الإدانة الكاملة والرفض. تحدثنا أيضا عن قضية الشغور الرئاسي في لبنان وأن يكون هناك رئيسا توافقيا بقرار وطني لبناني بدون فرض من أي طرف خارجي، لابد أن يكون الأمر في يد الشعب اللبناني حتى يتخذ قراره وينتخب رئيسه بشكل توافقي وبعيدا عن أي إكراه أو فرض من أي طرف خارجي. تحدثنا أيضا عن تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق، ونحن نتحدث الآن كما ذكرنا في السابق هناك أسطول جوي مصري مستمر في الوصول إلى بيروت بنقل كافة مواد الإغاثة، مواد الإيواء، الأغذية، الأغطية، أيضا الأدوية، ونحن نتحدث هناك طائرة الآن ستصل إلى مطار بيروت استئنافا للجسر الجوي الذي تقوم به مصر لإغاثة أشقائنا وشقيقاتنا في لبنان. أخيرا وليس أخيرا تحدثنا عن الأوضاع في القارة الإفريقية، تحدثنا عن قضية المياه وأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها قضية وجودية وأنه لن نقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري. وأيضا تحدثت من جانبي على أن مصر لا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر، وذكرنا مرارا وتكرارا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية وعادة خاصة إذا حدث أي ضرر. تحدثنا عن الصومال وأهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وعلى سيادته والرفض الكامل لأي سياسات أحادية بما في ذلك هذه مذكرة التفاهم الذي المزعومة التي تم الإعلان عنها والتي قد تؤدي إلى المساس بسيادة دولة هي عضو في الاتحاد الإفريقي وهي عضو أيضا في الأمم المتحدة. تحدثنا أيضا عن الأوضاع الصعبة شديدة الصعوبة في السودان الشقيق وأيضا في ليبيا، أكدنا على
أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات، وهناك تثمين للجهود المصرية المبذولة والتي تجسدت في فتح معبر أدري لتدفق المساعدات إلى الشعب السوداني الشقيق. وتحدثنا أيضا عن الجهود المصرية المستمرة في السودان لوقف هذه الحرب، وأيضا العمل في البدء في عملية سياسية جامعة تؤسس لإقامة نظام ديمقراطي شامل في السودان يشمل الجميع بدون أي إقصاء. وتحدثنا عن الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية بما في ذلك الجيش الوطني السوداني. أخيرا وليس أخيرا فيما يتعلق بليبيا، تحدثنا بشكل مطول عن الأوضاع في ليبيا، وأكدنا من جانبنا على حرص مصر على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، وأكدنا أيضا على الأهمية البالغة لسرعة أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية بالتوازي في أسرع وقت ممكن، وأن يتم العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية في أسرع وقت ممكن، وبصفة خاصة المؤسسة الأمنية. هذا باختصار شديد ما دار. الوزير خوسيه تحدث معي عن استراتيجية جديدة أقرتها إسبانيا، هي استراتيجية إسبانيا إفريقيا، وتحدثنا عن الدور المصري في أفريقيا والشركات المصرية التي تقوم بدور مهم في القارة الإفريقية وفي دعم عملية التنمية في أفريقيا، وأن هناك إمكانيات للتعاون المشترك في تنفيذ هذه الاستراتيجية في القارة الإفريقية بما يعود بالنفع على أشقائنا الأفارقة. مرة أخرى أرحب بكم.